الرحمن الرحيم، احنا هنا في اللجنة في الشيخ زايد، ومعنا رئيس اللجنة أشكركم وحيد صبري هاشم. صبري هاشم أخويا فكري اللي معايا. هنبدأ اعمل الصح، عايزين كلها تتحرك وعايزين الناس كلها تتحرك. ولا عامل ايه فيها؟ الناس ممتازة والإقبال شديد جدا. تحب تسمع أغنية إيه؟ تحب مصر؟ طبعا التأثيرات والمعلومات كلها ما شاء الله مركزة لنا. النهارده هو عيد المصريين، النهارده كنا بنتحرك ولسه بكره لسه كلنا بكره. فين بقى ال نورتنا البصمة دي؟ اعمل الصح اهي.